الكاظم عليه السلام هنا وفي بداية الطوق الأول أو الطوق الأمن الأول للدخول إلى مدينة الكاظمية. ننقل لكم هذه الأحداث وهذه الصور حيث تنتشر المواكب على طول الطريق، وأيضا كثافة الناس وكثافة الزائرين الذين وصلوا إلى مدينة الكاظمية منذ الساعات الأولى للصباح وحتى الآن، ومستمرين طبعا الزوار بالوصول إلى مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ابقوا معنا في هذه التغطية الموسعة لهذه الذكرى. المواكب طبعا من أهم الميزات اللي موجودة في زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. السلام عليكم، شلون الصحة؟ هلا بعد عيني. مأجورين، عظم الله أجرك وأجورنا مصاب موسى بن جعفر إن شاء الله عليه السلام. اليوم تحشون المواكب موجودة في داخل الكاظمية وخارج الكاظمية، خير من الله. إيش دا تقدمون، إيش دا تسوون؟ والله خيرات، هالخيرات كلها تقدمها. الحمد لله، القاص والكباب والشاي والقهوه والنمو بصل، خير من الله القدر. جميل جدا. وشلون نشوف الزوار اليوم؟ وايد نعمه نعمه، هاي بركه ملاي الجواد ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله، خير ان شاء الله. جام ولا ارضى سنه وكل سنه ان شاء الله. جام موسى بن جعفر، صب له شاي لل لا لا لك، انت الزاير، انت الزاير، انت الزاير حبيبي حبيبي، اهلا وسهلا. يلا احنا نستمر الان، نستمر الان ونشوف الزوار، توافد الزوار بشكل مكثف. السلام عليكم، شلون الحجي؟ شلون الاخبار؟ الحمد لله. اليوم اجواء الكاظميه مختلفه. نعم، يعني ذكرى وفاه الامام موسى الكاظم عليه السلام واحيائها بشكل مستمر. نعم، ونشوف اليوم الناس جايه من كل مكان. نعم، ونشوف المواكب على مد البصر. احنا من 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 قبل ما نوصل مدينه الكاظميه وشفنا الناس شلون تمشي سيرا. نعم، على اقدام الوصول الكاظميه. نعم، شلون شفت الاجواء؟ احكي لنا. والله الاجواء نعمه، ما شاء الله، الامان والخدمات خير من الله. جيد جيد، ونحمد الله ونشكره على يعني هاي الاجواء اللي دا نشوفها. نعم، خير من الله. نعم، اكيد انت متوجه للامام الان للزياره. والله احنا عندنا هنا من الكوت، احنا من الكوت يا هلا، من النعمانيه، وموكبنا هذا هنا ان شاء الله. انت صاحب موكب؟ اي نعم، ما شاء الله. قدام، نعم قدام. وتساعدوه؟ اي ما شاء الله، حجون يساعدوا وياه بالموكب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اهل الكوت دائما هم اهل الكرم. النعمانيه والنعمانيه اهل الكرم ان شاء الله. الله يسلمك. ها واقف من العماره؟ من العماره. تعال تعال، شكرا لك. انت جاي من العماره ان شاء الله؟ مشكله قناه الشرقيه دائما وقاها علي. شكرا لك. احكي لنا من العماره جاي لهنا؟ ايه من العماره. شلون وصلت؟ شلون شفت الاجواء؟ طريقه احكي لنا يا شلون؟ انا جيت عبريه. عبريه. إيه، جيد. الاجواء نعمه والخدمه والخدام ما قصروا. إيه، والحكومه ان شاء الله. إيه، كذلك القوات الامنيه. إيه، انت وين؟ انت وحدك جيت؟ انا وين ربعي، عندنا موكب هنا. ما شاء الله. إيه، انتم كلكم جيتوا لهنا؟ احنا عندنا موكب 15 سنه نخدم هنا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. شكرا لك. السلام عليكم. شلون حجي؟ هلا. شلون صحتك؟ والله خير خير ما شاء الله. عمليتي بسبع ملايين وما سويت ابو عبد الله وابو الجوادين سواها. ما شاء الله ما شاء الله، هاي عمليه همه والحمد لله. الحمد لله، خير اهل البيت هم طببها. واليوم واليوم جاي، اليوم جاي انت هنا؟ اربع ايام. صار لك اربع ايام هنا واكمل هذا النوار. ما شاء الله. شلون احكي لنا على اربع ايام، شلون كانت واليوم شلون؟ خير خير، بس انا عندي شكوى على الدوله. لا يعني شنو شكو انت؟ شنو يعني بس يا خالد؟ شنو تقول؟ لا هل خير منه الله. ايه؟ ما عندي شيء. بس الدوله اكو غنينا ب 7000 دينار. ايه؟ مال غاز تروح للمستشفى الا ب 3000 دينار. نعم. وانت راتبك 400 و500. ما عنده واحد، ما عنده واحد. شكرا لك حجي، شكرا. حلو. شكرا شكرا. ايضا نستمر، شكرا لكم، شكرا. نستمر الان بمسيرنا. الان احنا راح ننتقل من منطقه اللي بيها المواكب ونشوف الان المواكب. الان كاميرا الشرقيه المتواجده الان في مدينه الكاظميه تصور لنا الان المواكب، المواكب الموجوده والمنتشره بشكل جدا واسع لاستقبال الزائرين اللي وصلوا من محافظات مختلفه. وايضا هنا المواكب، هذا الموكب من محافظه دياله، من محافظه دياله هذا الموكب. الان ونشوف الاخوان الزوار. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون الاخبار؟ عيوني. شلون الامور؟ الله يسلمك. شلون يعني؟ ما اوصف لك شو اوصف. اي اي اي، زياره يعني مبدع. ما شاء الله ما شاء الله. اي ما شاء الله، المواكب. إيه؟ خير من الله ما شاء الله. تتمنى انت مين جاي؟ من الكوت. من الكوت جاي. من الكوت. من الكوت ما شاء الله. وعندكم مواكب ايضا النعمانيه انا بعتها مواكب بعد هالزيارة ما جاية، وهاي يعني هالزخمة. جيد جدا جيد جدا. السلام عليكم، شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ شلون الامور؟
جينا شلون شلون الاجواء؟ منين انت منين؟ من الكوت. ها من الكوت، ما شاء الله الكوت هوايه. اي لا هو خير من الله. ما شاء الله، شلون شفنا الاجواء؟ والله نعمه خير من الله. اي لا خير من الله. بالايام الاعتياديه اي لا تختلف. تختلف بس اليوم لا الكاظميه ما شاء الله. المحافظات كلها هنا. كلها جاي. هاي الوليد خلينا نشوفهم منين جاي. السلام عليكم. شلون؟ منين انت؟ حياك الله من الديوانيه. من الديوانيه، كلكم من الديوانيه؟ ان شاء الله من الديوانيه. كم واحد جاي انتم؟ 5 نفرات. ما شاء الله. بعد قلبي. خير وبركه. شلون شفت الكاظميه؟ والله حلوه الخدمه وخدمه مرتبه والله. شلون وصلتوا للكاظميه؟ انتوا وصلتوا عبريه من الديوانيه وصلتوا لبغداد. وين؟ بالحله وجينا الاجانب. بالحله. ومن الحله مشي. احكي لنا شلون كان الطريق؟ والله الحله لبغداد شلون كان؟ والله خدمات حلوه كل شيء مرتب الله شاهد. ما شاء الله. كل شيء مرتب خدمات وكل شيء. وباقين هنا ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله للزياره. تباتون وبعدين؟ ان شاء الله للزياره ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. انت وياهم؟ وياهم الامور تمام ان شاء تمام الله تمام. شلون تمام. شفت الاجواء؟ اجواء والله الاجواء رحمه خير من الله والمواقف كلها ما تقصر. ما شاء الله ما شاء الله. وهسه توصلتوا لهنايا وداخلين للامام ان شاء الله تزورون؟ اي ان شاء الله زرنا ويا يعني نفطر بالمواقف ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. شكرا 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 شكرا. شلون اليوم الزياره؟ ما شاء الله الحمد لله بركه ما شاء الله. انت من بغداد؟ اي من بغداد. ما شاء الله زرت ان شاء الله؟ ان شاء الله. شلون هالاجواء؟ الحمد لله. مستمرين وياكم في هذه التغطية الموسعة لهذه المناسبة، مناسبة وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، ونحن الآن على مقربة من مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، ونلتقي بالناس الموجودة والتوافد جدا كبير. السلام عليكم، شلونهم الشباب؟ شلون الاخبار؟ حليهم الله. التنظيم انتم مسؤولين على التنظيم هنا؟ نعم. شلون يشوفون الامور؟ والله اجواء حلوه وزين الحمد لله. عظم الله لكم الاجر استشهاد موسى بن جعفر. والاجواء نعمه وخير الزوار خير من الله. اي والله الله يبارك فيهم. احنا متوقعين خلال الساعات القليله القادمه راح يصير عدد كبير من الزوار ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا عبء عليكم انتم اللي تنظمون وتساعدون. احنا شنو عملكم؟ احنا خاصين بالتفتيش. ها تفتشون؟ نعم. تفتيش مسيطره الجوادين. جميل جدا. جميل. شكرا. جميل. جميل. السلام عليكم. الامور تمام؟ الحمد لله شكرا. بسم الله. ما سجلتم ملاحظات؟ لا الحمد لله شكرا. لحد الان بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم احر التعازي والمساءة الى مقام صاحب العصر والزمان والامه الاسلاميه جميعا ومراجعنا العظام كافة. تباشر هيئة يعسوب الدين عليه السلام محافظة البصرة بخدمة الزائرين. محافظة البصرة ما شاء الله. مشاركة في خدمة الزائرين بالتعاون مع مسجد آل ياسين ممثلية المرجعية في العتبة الكاظمية المقدسة. الواجب مالتنا راح يكون في سيطرة الإمامين الجوادين مباشرة بقسم حفظ النظام وتفتيش الزائرين والحفاظ على سلامته. يعني انتم ايضا تساعدون الاجهزه الامنيه؟ اكيد مساعده سيطره مشتركه بين وزاره الداخليه والدفاع. جميل جدا. اضافه للمتطوعين. وعدد الزوار يزداد الحمد لله. شكرا لاعداد اعداد الزائرين بزياده ان شاء الله. يعني فرق عما شفناه بيوم امس. شكرا لكم. حياك الله. شكرا 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 حبيبي. شكرا. نستمر الان في جولتنا في السلام عليكم. شلون الصحه؟ حياك الله. شلون الاخبار؟ شلون الامور؟ اشوفك مستعجل شوية رايح للموكب. ايش قد صار لك موجود في بالكامل؟ صار لي يومين تقريبا. يومين ايه يومين وهذا ايه كله تعب و... نعم. اي اكيد تعب. والان متوجه الان متوجهين للموكب مالنا. يعني اكو مواكب جوا؟ اي بس انه موكب مضيف مالنا مال اهل البحرين. ها انتم من البحرين؟ اي نعم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. شكرا شكرا لك. شكرا 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 لك. السلام عليكم. شلون الاخبار؟ شلون الامور؟ الحمد لله. شلون الامور؟ كل شيء تمام ان شاء الله؟ كل شيء تمام الحمد لله. والزياره شوف اجواء ما شاء الله. زياره حلوه وخير من الله. نعم. الحمد لله والشكر. نعم. انت من اي منطقه؟ من دياله. مندلي. من مندلي؟ اي. وهسه يعني. هاي وصولك؟ هاي وصولك الكاظميه. هسه جاي وحدك؟ وحدي انا صاحبي. وين تعال وين صاحبك؟ وينك؟ يلا. السلام عليكم. تعال انتم منين؟ تعال صاحبي على تعال تعال انت منين؟ وانتم منين؟ هو من مندلي انت منين؟ ها؟ انا من الكوت. من الكوت ما شاء الله. وانت؟ انا من الكوت. من الكوت ما شاء الله. وانت منين؟ من كربلاء. من كربلاء. تعالوا يمنا تعالوا تعالوا. من كربلاء. ها انتوا اصدقاء؟ اي ما شاء الله. بس انت من مندلي هو من كربلاء؟ اي ما شاء الله. ها؟ هو انتقلوا يعني مو اساسا هم من مندلي فانتقلوا لكربلاء. انتقلوا لكربلاء. من كربلاء الى 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 بغداد وصلتوا لاحياء هذه الذكرى. اكيد طبعا. نعم. شلون شفت الامور؟ شلون شفت الطريق من كربلاء لبغداد؟ والله بالنسبه للطريق الحمد لله والشكر تسهيلات تمام.
زين. وبالنسبه للوضع هنا كلش جيد وما شاء الله بالنسبه حتى للجو ما شاء الله اليوم الجو يعني جو مرتب وحلو كلش طبيعي. نعم هو اسمكم وصلت الحمد لله وشكر وصلنا وان شاء الله نزور ونتوكل ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك شكرا بس من الكوت من الكوت يا عيوني ما شاء الله هو جاي من الكوت للزياره. اي والله هو كل سنه من عيد احياء هاي الذكرى وصلنا اربع ايام يعني سنة على الاقدام اربع ايام ان شاء الله جاي من الكوت لنا سنة على الاقدام ان شاء الله هي كل سنه من احياء هاي الذكرى. وانتم صاركم انتم كم واحد؟ أربعة إحنا أربعة أنت أربعة ايه. نعم وجايين تفقتوا على السيارة وجايين على السيارة إحنا كل سنة كل سنة ما شاء الله كل سنة ما شاء الله الله موفقنا بهاي الزيارة والحمد لله والشكر ما شاء الله. السلام عليكم شلونك شو أخبارك منين أنت؟ من القاسم. من القاسم ما شاء الله. وحدك لو وياك الجماعة؟ لا كلكم أنتم من القاسم؟ لا لا ها أنتم موكب جايين ما شاء الله. أنت من الناصرية؟ إيه من الناصرية. يا هلا يا هلا بلد الناصرية ما شاء الله. يلا احكونا أنت منين؟ من الكوت. من الكوت ما شاء الله الموفقية. ها من الموفقية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شلون شفت الأجواء احكي لنا؟ والله زين الأجواء ما شاء الله. زرت بعدك؟ زرت لا زرت انا واخوي واثق. ها يا انا وسهلا هنا ابو واثق انا وسهلا شلونك حبيبي؟ حياك الله بعد روحك الله يحفظك الله يخليك. جينا على وضع الكاظمية. والله الحمد لله والشكر اوضاع الكاظمية زينه وخدمه زينه والنعم منهم من الناصريه. احنا طالعين من الناصريه. من الناصريه. وشلون وصلتوا لبغداد؟ طلعنا من الكوت. ها من الكوت. ما شاء الله هلا بالعمارة. جايك عمارة اليوم اليوم سادس انا. صار لكم ست ايام. ست ايام وباقين بعد ان شاء الله. وباقين ان شاء الله. ايش وقت؟ الا ما تخلص الزياره ورا الزياره ورا الزياره ان شاء الله. من الناصريه احنا من الناصريه ما شاء الله ما شاء الله. نفس الناصريه محافظه مركز مدينه ان شاء الله بالحبوبي ان شاء الله. الله يسلمك الله يوفقكم ان شاء الله. في مثل هكذا مناسبات ومناسبه وفاه الامام موسى الكاظم عليه السلام مناسبه كبيره جدا. ونشوف الان اللي يواصلين منا حتى من البحرين جايين ومن نعم. كل مكان يعني العبر اللي ممكن نستخلصها من هكذا مناسبات ومن شخصية الإمام موسى الكاظم عليه السلام. الإمام موسى الكاظم عليه السلام هو إمام الإمام التقي البري الإمام النقيص الصافي الإمام الموحد للأديان. تلاحظ أن اليوم في منطقة الكاظمية رغم أنه هذه المنطقة صغيرة بحجمها لكن كبيرة بلم شمل جميع استيعاب الناس ولم جميع أطياف في الشعب العراقي وجميع الدول العالمية والعربية. فهنا تلاحظ الكل تخدم والكل سهران من أجل تقديم الراحة وتقديم الخدمات للزائر. علما أن الإمام الكاظم سلام الله عليه هو عبرة فلابد من عبرة فلابد لمن؟ عبرة أسأل أنه لمن يدعي من الساسة الذين يدعون أنهم ينتهجون بنهج الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أن يسيروا كما سار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. لا تكون العاقين بألسنكم كذا فعلنا وكذا. نريد فعل كما فعل الإمام سلام الله عليه كما حارب الإمام عليه السلام. نريد أن تكون جهود موحدة في سبيل إنقاذ هذا الشعب العراقي وفي سبيل إنقاذ كلمة الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. محافظ ميسان ما شاء الله العمارة العمارة المجر الكبير. نعم أنا خادم. أنت شاعر؟ شاعر. هاي مناسبة ايش كاتب بيها شعرك؟ والله كاتب على موسى الكاظم على العباس. استنى شويه شباب. يلا 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 قول يا موسى يا موسى بس وقع عنا. يلا يا موسى يا موسى الكاظم يا اسد بغداد يا موسى يا موسى الكاظم او يا اسد بغداد ويا الكل سبت بابك يوزع مراد يا الكل سبت بابك يوزع مراد الزار الكاظم اسمع وجاب مراده ويا الزار الكاظم وكذا يا الزار الكاظم مراده ويا انا خادم هاي هوسه اريد كلكم مدعى شاير سمعون هالهوسه على سيده زينب. يقولون اللي يهوس على المره يقولون اللي يهوس على المره صح تستغيب الناس بس انا ارد اهوس عن اخت عباس. يقولون اللي يهوس على المره صح تستغيب الناس بس انا ارد اهوس عن اخت عباس. سمعها بس انا ارد اهوس عن اخت عباس. هاي بالمعارك كاسب النوماس لأن بت علي حامل حمية وتات فوق الرأس لأن بت علي
حامل حميه وتاج فوق الراس. هاي ابو الحسن شن تلقانا يا داح البار، تلقانا يا داح البار، تلقانا بعد خادم. هاي اسمع اسمع نعم، يعني احنا 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 سمعنا من الاخ يعني قصائد قصائد وكلمات كل جميله. نعم هكذا مناسبات، هكذا مناسبات. شن نحب نناقش، شن نحب نحكي، هكذا مناسبات. شنو العبر اللي ناخذها؟ قبل شويه قال العبر انه توحيد الكلمه، توحيد الراي، نعم. عقائد الدينيه، نعم. وتوحيد يعني ناخذ من الامام الاخلاق، يعني ما شاء الله نتعلم، ما شاء يعني نتبع منهج اهل البيت، يعني ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ شلون الأحوال؟ الله يعزك. من بغداد حضرتك؟ إن شاء الله. من بغداد؟ إن شاء الله. شلون نشوف أجواء الكاظمية؟ أنت أكيد زائر الكاظمية بالأيام العادية. خير. أخونا عنده هوسة كان يقول كل سبت فاتح الباب، لكن الآن هاي المناسبة يعني أزيد من اللازم. نعم. زين قد ما نحكي قليلة بحقهم. نعم. زين الكاظمية هم الشرف وإحنا الدين والإسلام. نعم. زين على أمة محمد ما شاء الله. أنت وصلت وصلنا قبل إيش قد وصلت الكاظمية؟ قبل ساعة ساعة ونص ما شاء الله. وكمل زيارتك وزرت والآن أنت متوجه وراجع راجع إن شاء الله للبيت. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. جينا لكم بالسلامة ما شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك ويحفظك. نرحب بكم بالكاظمية المقدسة، نحن أبناء الكاظمية المقدسة. ما شاء الله عليك. نرحب بكل الزوار من كل مكان، من كل أنحاء العالم. هذا المصاب العظيم علينا، هذا مصاب موسى بن جعفر. كل المواكب حاضرة، كل القنوات حاضرة. احنا شفنا من اجينا قبل ما نوصل حدود الكاظمية، يعني قبل ما يعني العبور الجسر الأيمن وتوصل، الاجواء والمواكب كانت جدا منتشرة، وكثير من المواكب من اهالي الكاظمية ايضا. انت تعرف بغداد بصورة عامة بوفاة موسى بن جعفر ومحمد جواد، الكل تتهيأ. صحيح. من الصغير الى الكبير الكل تحب تخدم. عندنا عطاء كبير وهذا الشيء بارز على طول السنين ما شاء الله. وتعرف انت ذولا احنا لما ذولا الاسدين كان يعني هواي شغلات صارت ما شاء الله. اي ذولا رحمه للعالمين ورسلوا اهل البيت. بس الكاظميه تغيرت بهاي الايام، يعني اكو امور صارت، يعني المواكب، عدد الناس الجايه من الاخ من الناصريه من العماره هلا بيموت كل مكان خلال الساعات القليله القادمه. اكو اخبار تقول انه اعداد اضافيه راح تجي. طبعا. نعم. طبعا هذا طالع صار له يومين ثلاثه اربعه يمشي متوجه لموسى بن جعفر ومحمد جواد جاي للزياره يزور، لان هاي تاديه احنا كمسلمين لازم نزور، لازم نواسي مولانا، نجي نزور نعزي نطبخ. هذا شيء قليل بحق اهل البيت نسويه، يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. نرجع نقول تفضل تفضل تفضل. اليوم قصائد هوايه للامام الكاظم عليه السلام. اسد بغداد تبقى حامي بغداد، علينا الحق بعد يا بالجوادين. اسد بغداد عاين شوف بغداد بشا حسوه ترسناها الدرابين. باب الامراض جيتني نخاك على كل من نسانا وعايف الدين. العراق بشاربك يا كاظم الغيظ، انسجلنا وانتعرب بالمساجين. مليوصة علينا والوضع نار، طب فيها عليك بدعة الحسين، طب فيها عليك بدعة الحسين. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. السلام عليكم. عليكم. شلون الصحة؟ شلونك عمي؟ الله يسلمك. زرت وارتاحيت ودعيت؟ دعيت والله بهكذا مناسبة. والله دعيت للأمة الإسلامية جميعا ما شاء الله، وللعراق خاصة. الله. ونشكر أهل الكاظمية، أنا صاحب موكب الجوادين ما شاء الله من أهل الديوانية ناحية الدغارة ما شاء الله. وأتل من الله سبحانه وتعالى وبحق موسى بن جعفر أن يحفظ العراقيين ويديم عليهم الخير والرحمة والبركة ما شاء الله. وأتمنى لكم التوفيق ما شاء الله. هسه الأخ دعا للعراق، راح لي بالإمام ودعا بهالمناسبة هاي الكبيرة. نعم. اللي يحييها العراق كله. حضرتك اشدعيت من رحلة والله الإمام. جينا للإمام. ايه؟ الله يسهل أمور العراقيين وشي من هاي عندنا البلاء إن شاء الله ويحفظ العراقيين. وجينا نزور احنا ما شاء الله ندعي. وهسه انا جيت شفت الشرقيه ونشكر يعني الشرقيه وسعد البزار. هسه جيت ازور اطلب مراد وادعي الله يسهل امورنا ان شاء الله امور العراق. ما شاء الله عليك. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. السلام عليكم. شلون الصحه؟ حياك الله. شلون الاحوال؟ تعبان مو سلمك يبارك لك. كم يوم؟ والله هاي اول يوم لي صراحه جاي من الانبار، يعني من الانبار جاي. نعم من رمال. من الفلوجه العفو. من الفلوجه. اي نعم. شلون وصلت؟ شلون تحكي لنا طريقك؟ لا ما شاء الله طريق ميسره، النظام كلش يعني مرتب، جماعه مرتبين للامانه. نشكر الشكر الجزيل طيب نعم العفو جميع اصحاب المواكب.
وفروا يعني الخدمات يعني اول باول الامان، الناس كلها حاضره، الشباب ما شاء الله مرتبه، اكل شرب كل شيء. اي نعم كل شيء جاهز. الناس وحدك جيت من الفلوجه؟ والله ويا جماعتي بس حاليا ينتظروني. نعم راح نتقدم قدامك. فتاج الراس والنعم منك. شلون قلبك وين؟ انا وياه. انت وياه بالفلوجه؟ زين لقيته. اي نعم. نعم ومن الفلوجه؟ من الفلوجه جينا. ما شاء الله عدد قد عددكم تقريبا؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت من الفلوجه؟ يلا لا هسه هاي وصلتوا الان؟ وصلتوا؟ اي ما شاء الله. هسه متوجهين للامام ان شاء الله. اكيد عندكم فد دعاء فد امنيه راح تقول شنو الدعاء داخل الشيء يروح يعني شيء عام شنو اللي راح تقول؟ والله هي تحقيق الاماني واحده اثنين يعني. نتمنى ان شاء الله الامن والامان يعني سلام الامه المحمديه ان شاء الله لامه محمد كلها. نتمنى انه العالم انه يعني تاخذ عبره، او نتمنى احنا امنيه انه اهل البيت رساله، رساله السلام، رساله حب، رساله محبه. نتمناها امنيه انه الناس يعني تقتدي بيهم وينتشر الخير والسلام والوحده وحده الامه. انت من الفلوجه جاي؟ نعم. غيرك جاي من الكاظميه؟ نعم. واحد من العماره. الحج نعم. منين؟ اي شلونك حجي؟ خلينا نشوف الحج. السلام عليكم حج، منين انت؟ حضره واس غضاء الحي. ما شاء الله الاخوان جايين من الفلوجه، الاخ جاي من الاخ هنا من دياله. يا انا وسهلا. اي حجي منين قلت لي؟ حضره واس غضاء الحي. من الحي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الحسين وعلي ابن الحسين واولاد الحسين واصحاب الحسين ومن مات من اجل الحسين وعلى ابو الفضل العباس وام البنين وزينب الحوراء. اللهم عجل لي ولك الفرج، اللهم عجل لي ولك الفرج. هاي النعمه خير وبركه بركات اهل البيت. اللهم احفظ خدمه الحسين واحفظ رعايه الله العظمى السيد السيستاني والسيد القائد مقتدى الصدر وعلى الاعلام وشيعه امير المؤمنين. نعم. من شرق الارض مغاربها. نعم. حجي انت شلون شفت الوضع الكاظميه اليوم؟ والله خير وبركه. الوضع خير وبركات اهل البيت، بركات محمد موسى بن جعفر محمد جواد طيب طريقك شلون كان؟ والله خير وبركه. اللهم احفظ خدمه الحسين، خدمه خير من الله. المواكب خير والله. جي جي جي. لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا تحصى. ما شاء الله. الله شلونك حجي؟ هلا والله. شلون الاخبار؟ يا مرحبا. شو تمام ان شاء الله؟ الحمد لله. زرت بعدك؟ لا زرت الحمد لله. ما شاء الله. ودعيت ان شاء الله. والله بمناسبه وفاه الامام موسى بن جعفر الكاظم اعزي الامام الحجه المنتظر روحي فداه، واعزي جميع المراجع الدينيه. زين انت منين؟ انا من بغداد حيور. من حيور؟ أي. زين قريبه شويه حيور على قريبه يعني انا جيت مشي. ما شاء الله. أي. مشي جيت؟ اسال الله ان يحفظ الامه. وجيت مشي؟ جيت مشي. ما شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. السلام عليكم. من من دياله؟ من دياله من مدينه البرتقال. هي الحقيقه الناس اليوم تنجمع في هذه المحافل الدينيه والرياضيه في كلها. هي محبة، هي رسالة محبة ووفاء. الناس كلها اليوم ندور السلام، ندور الأخوة، نريد نرجع الأخوة العراقية والدول العربية. وهذا الجمع بسم الله ما شاء الله تمشي كل الطريق يعني الأكل والشرب. وإخواننا من العظمية فاتحين بيوتهم يعني. مريت بالعظمية؟ نعم نعم. نعم العظمية راقية جدا. ويعني نسلم على أبو حنيفة، نسلم على الإمام، وإحنا كلنا أخوة. وإن شاء الله هذا العراق مستقبلا بخيرات كثيره راح ينفتح العالم. ونتمنى ان شاء الله من المسؤولين يفتحون يعني الابواب مثل ما فتحت السعوديه الابواب امام المعتمرين بالسيارات. يعني نتامل الدول العربيه تجي هنا وتشوف، واحنا كذلك اخواننا العرب ينتظرون. جايين من البحرين؟ من البحرين. من البحرين. نعم جايين. نعم. من كل الدول في كل مجالات. الناس اليوم بس تزور العراق وتشوف العراق، لانه هي الامه العربيه جسد واحد كالجسد الواحد. احنا نقول جسد واحد، كلنا اخوه. وين ما تشوفه بس تشوفه يعني دائما. انا سافر من نشوف عربي يحن على الاسلام، يعني يحن الاخوه. وان شاء الله محفوظين. والشرقيه ما قصرت. بارك الله فيكم. شكرا لك. شكرا. توصل لدياله بالسلامه ان شاء الله. شلون الصحه؟ نوكلكم برتقال. الله يسلمك. دائما ان شاء الله. شلون الاخبار؟ شلون الامور؟ الحمد لله. شلون المناسبه كبيره ونشوف الناس جايه من كل مكان. اول نعم. اول شيء عظم الله اجورنا واجوركم بهذا المصاب. وانا اعزي الخلف الحجه عليه افضل الصلاه والسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجليل. والله الوضع الحمد لله منيح. وانا احد متطوعين العتبه. انت متطوع؟ شنو مهمتك انت؟ متطوع كتفتيش. تفتيش ايضا. احنا التقينا بالمفتشين همينه ايضا هوايه. نعم. وتفتيش وناس. اي نعم تفتيش. نعم. ووضع ان شاء الله الحمد لله وشكر ان شاء جميل. الله خير. جميل جدا. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. شلون الصحه؟ الله يسلمك. شلون شفت الاجواء اليوم؟ والله خير من الله والحمد لله والشكر. وخدمات موجوده
ما قصروا ما شاء الله. مواكب ما شاء الله على خير من توصل اللي ما مواكب خير من الله خير من الله ما شاء الله ما شاء الله الله يستر عليكم ما شاء الله. وريد يدعي شو يقول؟ انا جيت موسى بن جعفر المدعي من عمي سجاد من مرض مزيان سجاد اي ودعيت السجاد الله يشفيه ان شاء الله. جيت لموسى بن جعفر اريد ادعي له. ايش قلت يا الامام؟ ايش دعيت؟ احكي لنا الدعاء شلون؟ ايش قلت؟ قلت يعني ايش قلت؟ الله يشفي الله يشافي كل مريض ويشافيه يشافي سجاد. ندعي من رب العالمين بجاه الامام موسى الكاظم انه يشفي سجاد ان شاء الله. انت تحب السجاد؟ اي والله. نوصل الرساله للاستاذ سعد على مود هو حالته تعبانه هو وامه. هو يعاني من شنو؟ من مرض السرطان هو والدته والدته الله يشفي الله يشفي صار 10 ايام وهو تعبان هسه. والاطباء ايش قالوا عليه؟ والله جاي يعالجونه بس هو بعد بالعظم سرطان بالعظم واصل مرحله والله اذا يتلاحق بس هو امكانيته موش يعني يقدر يطلع ان شاء الله. ان شاء الله احنا 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 سعد البزاز بهاي القضيه ان شاء الله. احنا ان شاء الله انا حاخذ رقم تليفونك واذا الموضوع يعني مراحل المرض ما واصله مراحل انه ميؤوس من عندها نقدر نساعد ان شاء الله بهالاتجاه هذا ان شاء الله. اترك رقمك يم الاخوان وان شاء الله خير وان شاء الله الله يشافي سجاد وسجاد ان شاء الله اذا نقدر نساعده راح نساعده. زين حبيبي يلا مع السلامه. سلمنا على سجاد الله يشفيك الله يشفيك. السلام عليكم. وعليكم شلونك حبيبي؟ شلون الاخبار؟ الحمد لله كل شيء تمام؟ كل شيء تمام ان شاء الله. صديقك وياك مو؟ هذا صار. اي منين جايين انتم؟ من ايران. من ايران جيتوا؟ من الحدود مال ايران من منفذ مال دياله. ها منك منك جيت انتم منين يعني اصلكم؟ اصلنا من دياله من منفذ. من دياله بيتكم قريب على المنفذ. اي يعني انتم من العراق ايراني دخلوا. هو اللي يعتبر ايران المنفذ. لا المنفذ عراقي يعني انتم الارض العراقي. هسه انت جنسيتك شنو؟ جنسيتك عراقي. بعد ايران ايش دخل بالموضوع؟ شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله. اي شلون شفت الزياره اليوم؟ الحمد لله وشكر. اي ومنك جايين لهنا وحدكم جيتوا؟ لا ويانا اثنين ولد. ها اربعه اتفقتوا وجيتوا ان شاء الله وزرتوا ان شاء الله ودعيتوا؟ ما شاء الله عليكم شكرا لكم. السلام عليكم. شلونك عيني؟ الله يسلمك. شلون اخبارك؟ انا اتمنى سعد البزاز يساعدني انا مريض. عندي وجع براسي قاعد هنا وظهري قاعد يضرب على رقبتي. بس دقيقة بس دقيقة والله قاعد يضرب على عيوني وجع. اي انت تعاني من شنو المرض مالتك؟ والله ما اعرف مرضي. رحت راجع الدكاترة؟ يالي اروح له ما حد يعرف عيلتي. يعني الدكاترة ايش قالوا؟ ايش قال شنو اللي قالوا؟ عندك هشاشة بالعظام. بس هشاشة بالعظام؟ اي هسه وجع كاتني هنا عباك عيوني يردني عنه. اي ومحتاج تتعالج. اي والله على واه. زين انت رحت مستشفى مثلا عندك فحوصات نقدر نشوفها؟ عندي فحوصات بالبيت. عندك بالبيت. اي انت شو تسوي؟ تعطي رقمك للاخ هنا. زين واحنا نتواصل وياك ونشوف فحوصاتك وان شاء الله الله يقدم بها الخير. المرض وكتني الوجع اليوم ما انام من ورا الوجع بجاه الامام الكاظم عند رب العالمين ان شاء الله. الله يشفيك ان شاء الله. يلا حبيبي يلا. السلام عليكم شلونك؟ لا انت تعال شلونك اخبارك؟ منين جاي؟ من المدينه. من مدينه الصدر؟ قطاع 42. يعني قطاع 42 ايه. وجاي لهنا انت وحدك لو من وياك؟ لا وحدي. وحدك جاي؟ ايه. ما شاء الله عليك موكب. ما شاء الله عليك الله يهديك عنه. وشلون شفت الطريق من المدينه لهنا؟ والله قطوعات وهاي بس الحمد لله عبرنا قطوعات الحمايه تكون ايه. موجوده بس ان شاء ايه. الله المواكب موجوده والطريق ايه. زين ايه الحمد لله. حلو حلو جيد جدا شكرا لك. احنا طبعا مستمرين بتغطيتنا الموسعه من مدينه الكاظميه وعلى على مقربه من مرقد الامام موسى الكاظم عليه السلام. راح ننتقل من هذا المكان الى مكان اخر وراح نشوف الزوار واعدادهم الغفيره اللي توصل بشكل متواصل وخلال الساعات القليله القادمه يتوقع ان يوصل الاف مؤلفه ايضا لاحياء ذكرى وفاه الامام موسى الكاظم عليه السلام. مستمرين بتغطيتنا الموسعة من مدينة الكاظمية لذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وطبعا المواكب احنا المواكب مستمرة من بداية بغداد تقريبا وحتى ما بعد بغداد وحدود مدينة بغداد
وحتى وصولنا الآن إلى مدينة الكاظمية وعلى مقربة من مقعد الإمام الكاظم عليه السلام. لكن نشوف الآن مثل ما تشوفون والكاميرا خلي تشوف أيضا تشوف أن المواكب مستمرة بتقديم الخدمات. وأني بدي أنه أتقدم وأحكي ويا صاحب الموكب اللي الآن هو على مقربة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مأجور على هاي الخدمة اللي تقدموها. أجركم الله. ما شاء الله احنا من بداية بغداد حتى وصلنا للإمام. هلي هلي نشوف انتم منتشرين. هلي هلي أمية هلي. الله يسلمك. احنا هيئة إمام الحسين من البصرة. ما شاء الله. من البصرة. من البصرة. من البصرة. هيئة إمام الحسين هيئة خدمية. ايه وهذا مكانكم المعتاد. هذا موكب المتطوعين مناسبة السيادة من الكاظم. ما شاء الله. احنا متطوعين عتبات مقدسة. وانتم هذا مكانكم كل سنة. احنا مكانك كل سنة نخدم العتبات. ما شاء الله. بس بعد حبينا نشارك اخواتنا بالموكب ذول اصحاب الموكب. ما شاء الله. السلام عليكم. سلام. شلون الصحة شلون الاحوال؟ انت صاحب الموكب؟ لا لا العجيب. ما شاء الله. انتم بس كلكم انتم تشتغلون بالموكب. ما شاء الله. هذا الموكب صار له هواي. اي قديم. وهذا مكانه. ان شاء الله. مكانه ما يتغير كل سنة. كل سنة. ما شاء الله. شلون نشوف الاجواء اليوم بالكاظمية؟ والله زين. ايش قدمتوا للزوار؟ والله شاي وكعك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جميع الخدمات موجوده حجينا. جميع الخدمات موجوده ان شاء الله. احنا لاحظنا هذا الشيء ان شاء الله موجوده وكله قليل. هسه الامام موسى بن جعفر ان شاء الله. ما شاء الله. حياكم الله بكل الهلا والسهلا. وانت باقي هنا ببغداد وعلى قولت اهل البصره. هلا بالزوار وعين غطا وعين فراش حتى هنا. هلا بهم كل مكان ان شاء الله. كل مكان. شكرا. هلا بكم. شكرا. شكرا. السلام عليكم. شلون الصحه؟ شلون اخبارك؟ من بغداد. من بغداد من الكاظمية. ما همنا اهل الكاظمية. ما شاء الله. احنا خدام الموسى بن جعفر وكل سنة هاي مواكبنا. هاي كل سنة. هاي كل سنة. الدعم دعم ماكو. نعم. دعم ماكو. بس انتم من عندكم هذا الدعم. من جيبنا القاص. ماكو عالم جاي يساهم ويانا. زين الله موفقهم جاي يعطونا دعم. ما شاء الله. ما شاء الله. زين. انتم كل سنة تقدمون الخدمة مواكب. لكن هاي السنة شو تغير عن السنة السنوات السابقة؟ الزوار هواي والزيارة ثقيلة هالسنة حيل كثرة. الأعداد هواي. وطارم أسبوع وبعد الزيارة ما جاء يوم الجمعة. ما شاء الله. فوافدين هواي علينا من المحافظات وبغداد. ومربي يحفظهم ويزيد ويبارك فيهم بعد أزيد وأزيد. ما شاء الله. وإحنا خدام لهم. عندنا بعد أسبوع أكل وشراب ومنام. كل شيء نقدم. وفراش كل شيء نقدم لهم. زين. طبعاً لأنه الزوار جايين من محافظات بعيدة. من الكوت من البصرة من الديوانية. يحتاجون أيضاً أماكن. عندنا بالحسينية وعندنا فراش وعندنا كل شيء. ما شاء الله. ودواء وعلاج شردون. ما شاء الله. وعندنا خدام لهم الزوار. ما شاء الله. شكراً لك. وكل سنة حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون الأحوال؟ الحمد لله. أمور تمام. نعم إن شاء الله. أنت من مين؟ معاذ ميسان إن شاء الله. من العمارة. أجيت مشاي. من العمارة. إي يوم تاسع يوم إن شاء الله. من مدينة العمارة. إي. ما شاء الله. وجيت من العمارة. إي. إي كل سنة. من 2011 لحد هسه حوالي 15 سنة مشاي إن شاء الله. ما شاء الله. كل سنة والله. شلون شفت الكاظمية وصلت؟ نعم الأمان إن شاء الله. قوات الأمنية متعاونة ويانا. وإن شاء الله ما نعمة إن شاء الله كل سنة نزيد نشوف أثر الزوار والخدمات سنة على سنة يزيد الأمان والخدمة إن شاء الله. جيد. الحمد لله. خلينا نشوف أيضا. السلام عليكم. صباح الله. من الكاظمية؟ لا من ديالة أنا. ها من ديالة. ما شاء الله من ديالة هواية من الكوت هواية. ايه. من الفلوجة. ثاني والعائلة. أنت والعائلة. العائلة أحد ثاني بصل لي. أنت ضال هنا. إيه تمام إن شاء الله. إن شاء الله من باكر لعقب باكر يعني إن شاء الله. أنت يمكن أساس ترجع مع العائلة بس شفت الأجواء والمواقف. إيه تمام يدقق. إن شاء الله. السلام عليكم. شلون الصحة؟ الله يسلمك. شلون الأحوال؟ الله يسلمك. الله يحفظك. شلون شفت الكاظمية وأجواء الزيارة؟ والله أجواء تقبل وأجواء حلوة. ما شاء الله. الحمد لله وشكر. انت منين؟ انا من ابو غريب. من ابو غريب. نعم. وجيت هسه وصلت من ابو غريب ليس الساعه 3 طالعين نت. اي وهسه يلا وصلت طبعا. نعم. وين جاي من ابو غريب؟ قوم هاي ولد عمي ذول هم ما شاء الله. الله تعالوا ولد عمه تعالوا. الله يسلمك. تعالوا. الله يخليك. كلكم اجيتوا وراجعين هسه كملتوا الزياره. راجعين ان شاء الله. ما شاء الله. الله يسلمك. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. مين جاي؟ من المحموديه. من المحموديه. اي والله. وحدك جاي شنو؟ لا 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 جاي وياك. جايين واحد. شلون شفت الاجواء اليوم؟ والله الحمد لله. شو اسمه زياره زينه. ما شاء الله. وسهله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم. شلونك؟ شلونك حجي؟ شو اخبارك امورك؟ مرتاح ان شاء الله؟ قلبي يعزك الله. شلونكم؟ مين جاي؟ أني والله من ذي قار. من الناصرية؟ نعم نعم. من الناصرية؟ نعم. وصلت لبغداد؟ إن شاء الله. احكي لنا شلون شفت أجواء الزيارة؟ والله الأمور كلها زينة. وصلت بغداد؟ الأمور كلها زينة. ما شاء الله. والله الداخلية والدفاع والهاي كلها الناس يعني
مساعدين الزوار والاكل خير من الله. المواكب المواكب بكل زينه، اكل شرب كل شيء متوفر وكل زين ما شاء الله. وهاي هاي هاي هسه وصلت الحمد لله والشكر. ايوه هسه داخل الزور ان شاء الله. ايش راح تدعي؟ اول دعاء ادعيكم الشرقيه بالستر والتوفيق ان شاء الله. اي والله تستاهلون كل الخير، انتم كل الناس التعبانه والامور تلتقون بها ان شاء الله. اي والله ما تقصرون بكل مكان، اكو مناشدات وكل ناس تحتاج. ما تقصرون والله ما تقصرون. شكرا. السلام عليكم. شلون اخوي شو اخبارك؟ الله يخليك. نعزي الامه الاسلاميه بهذا المصاب. نعم. انت منين جاي؟ من مدينه الصدر. ها من المدينه. هاي هسه وصلت؟ لا طالع الظهر صلاه الظهر. الظهر وهسه وصلت؟ اي الحمد لله والشكر ما شاء الله. الله يخليك. وهسه متوجه للامام؟ لا زريته هالراجع. وراجع ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. شلون شفت اجواء الجيه؟ والله خير من الله ما شاء الله. كل شيء متوفر والحمد لله والشكر ما شاء الله. الله يخليك ويسلم عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ شلونكم؟ زينين؟ الله يحفظك. احنا هاي الاجواء الزياره نريد الواحد الشعب العراقي الاخوان سنه وشيعه ما شاء الله متكاتفه كلها ما شاء الله. ونشكر الناس القوات الامنيه من سيابه الحركه. أكيد. انا جيت من الشعب اي يعني طلعت نص ساعه جيت على عبره منه. اليوم هم اللي يفوتني استخبارات الفوج الثاني باللواء الثامن الفرقه الثانيه شرطه اتحاديه. نعم. كانوا جدا مساعدين وهاي مساعدين. ناس سيابيه زينه خطه. نعم. امنيه ان شاء الله ناجحه. نعم. والحمد لله وشكر نريد ندعي للعراق ان شاء الله يطلع من هاي المحنه وحد الشعب. شعب تعب من خلال وفاه موسى بن جعفر. دعيت الاخوان كله احنا سنه وشيعه كل الطوائف تتوحد من خلال قناه الشرقيه السباقه المواقفها وطنيه. نشكر الاخ سعد البزاز والكادر انت استاذ ايناس مواكبنا. واحنا شهيد على كلامك. اليوم كل حتى اهالي العظميه عندهم مواكب. مريت بهم؟ انا جماعه البارحه مروا. انا جيت على الوقف السني. جيت منا على القريعات على الوقف السني فاتحين بيوتهم ما شاء الله. مواكبهم يعني بها طعم عراقيه خالص. هاي امور تاريخيه تاريخيه. اي كلها ان شاء الله تتوحد الشعب العراقي ترجع ان شاء الله وتقوى. تقوى ان شاء الله ما شاء الله. احنا شفنا من الانبار جايين من الانبار من تكريت من فلوجه من الشمال من كل العراق حاضر بالكاظميه ما شاء الله. عراق مصغر كل اخوان ان شاء الله ما شاء الله. ماكو فرق مو بس الشيعه هذا امام مو بس الشيعه الكل ان شاء الله. وهيك مناسبات الكل تتوحد والكل ان شاء الله كله والله ان شاء الله والله. مو بس الشيعه ببالك ترى هنا اخواننا كلك السنه ماكو ان شاء الله ان شاء الله. شلونكم؟ تعال شوف احنا خارج المحافظات من اهل الكوت والانبار ما شاء الله. اي والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون صار؟ منين انت؟ من ابو غريب. من ابو غريب صديقك. نعم. قبل شويه كان موجود. بن عمي ابراهيم. بن عمك. نعم. ابراهيم. نعم. وانتم ابو غريب جايين اللي هنا تزورون؟ نعم من الكلاضه طلعنا وجينا يعني من حي العدل ومشاي لهنا. مشي. اي مشي لانه حي العدل قريب على ابو غريب. نعم. ومشي وهناك اكو مواكب وقطوعات ومكان تمشون به الزوار. بالضبط. شلون شفت لنا الاجواء اليوم؟ والله الاجواء كلش زينه والزوار ما قصروا والتعامل مع القوات الامنيه كان كلش سلس ويا الزوار. وكانت خطه امنيه يعني مرتبه وممتازه والحمد لله يعني طبينا الامام ودعينا للعراق الحمد لله. وان شاء الله العراق يطلع من هاي محنته وان شاء الله الشعب يتوحد وان شاء الله العراق يتخطى كل هاي الظروف اللي مرت به وان شاء الله احنا كنا شعب واحد وكنا اخوه. اكيد ان شاء الله. السلام عليكم. منين انت؟ اهلا وسهلا. ابيك الله. انت منين؟ انا من العماره. من العماره. أيوة. ما شاء الله هواي. أيوة. جايين من العماره من الكوت. أيوة. من الناصريه اكثر شيء من البصره. اي أيوة. والله من الحدود مال دياله قبل شوي الولد قال. أيوة. من الحدود ويا الفاصله. أيوة. عن ايران هم جايين هواي. اي والله. أيوة. شلون شفت الاجواء؟ والله خير من الله الخدمات. اي بالبدايه انت صار لك كم يوم هنا؟ والله ثاني يوم. صار لك ثاني يوم وباقي ان شاء الله. باقي ان شاء الله ان شاء الله يوم ناخذ ان شاء الله نروح. خدمتك. اي شلون شفت الاجواء مال كاظميه؟ والله كل زين الاجواء كل زين خصوصا الخدمات. كل زين مواكب موجوده مواكب كل زين. خلينا نشوف الاخوانهم. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الاخبار استاذ ميناس؟ شلونك حبيبي؟ الامور تمام ربي يعزك يبارك فيك. اهلا وسهلا. الاجواء شلون شفتها؟ خير من الله خير من الله الحمد لله والشكر. هاي بركات الحسين بركات الحسين الحمد لله والشكر. احنا زائرين جينا يعني من كل المحافظات. انت من اي محافظه؟ انا من النعمانيه الكوت. من النعمانيه الكوت. النعمانيه الكوت الحمد لله والشكر. خير وبركه كليتنا ايد واحده ان شاء الله الحمد لله والشكر. وندعو لاخواننا بتركيا وسوريا على هاي الحوادث اللي صارت عندهم الزلازل اللي صارت عندهم ان شاء الله وفينا وكفينا يعني نقلنا حملات
مساعدات نعم التركية فرق الإنقاذ العراقية غير من الله الحمد لله فرق الإنقاذ العراقية سامت لإخراج عدد أكيد من أكيد الحمد لله الحمد لله هم آلياتهم هم آليات البنايات الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر وهل تشوف الأجواء خير من الله عايشين ببركة الحمد لله والشكر ما شاء الله عايشين ببركة ما شاء الله شلونك حجي شلونك شو أخبارك أمورك زرت بعدك زرنا والحمد لله والشكر ودعيت دعينا ودعينا لأمة محمد والعراق ايش قلت في الدعاء؟ شنا دعاء؟ ان نصر العراق على الارهاب وان الامن والامان والاستقرار ما شاء الله ما شاء الله وان شاء الله هذول شبابنا يسوون فرص عمل ايه؟ فرص عمل اهم شيء فرص العمل هاي وحده وده يقولون قبل قرار مال الخدمه الاسلاميه ايه؟ بعد هذا قرار الخدمه الاسلاميه صار جيش وطني بالعراق ما شاء بعد ماكو لا من شيء هاي, هاي, هاي كلها دعيتها ان شاء الله انت موجود دعيت نعم 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 ما شاء الله لان العراق لان نحب العراق يدعي للعراق الله يعطيك الصحة والعافية هاي وحدة ثانية بيقولون الخدمة الإلزامية هاي شباب كلها إن شاء الله إن شاء الله كل القرارات اللي بمصلحة العراق إن شاء الله تصير وتنقاض شكرا لك حجي شكرا السلام عليكم شلونك حجي شو أخبارك الله يسلمك ويحفظك من الكامية حضرتك أنا من محافظة ديالة ها من ديالة ما شاء الله معقوبة خير نابات من معقوبة نفسها من خير نابات من خير نابات المنطقة جميلة حلوة المرتبة نعم اي وجاي منا كل هنا نعم ما شاء الله هذا يومك الاول هنا هذا اليوم الاول احنا موقف عزاء الامام منك الحسين عليه السلام نقصد الائمة الطاهرين كل مناسبات والحمد لله نحن في رحاب الامام موسى بن جعفر باب الحوائج ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق والعراقيين من كل سوء إن شاء الله شكراً هذا كل دعاء كان في دعاء أنا للعراق ما شاء الله ما شاء الله سألتني عن العراق فقلت لها إن الحديث عن العراق طويل الله شكراً لك شكراً ممنون إذن إحنا مستمرين ما أعرف الأخوان إحنا نستمر في تغطيتنا نعم نستمرين في تغطيتنا انتقلنا قبل شوية إلى هذا المكان وراح ننتقل إلى مكان آخر من هذه الأجواء اللي أصفها بالأجواء الإيمانية هنا في مدينة الكاظمية وهذه الأجواء والمناسبة الكبيرة مناسبة وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام وتوافد هاي الناس من كل المناطق والمحافظات العراقية وحتى من خارج العراق من أجل الحضور إلى مدينة الكاظمية اللي استقبلت وتستقبل الآن في هذه الساعات آلاف من الزائرين لإحياء هذه المناسبة مستمرين بتغطيتنا لهذا اليوم لمناسبة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام طبعا اقتربنا من المرقد الشريف الآن وعلى مقربة من عنده طبعا ما راح نقدر ندخل أكثر بسبب الكثافة الكبيرة ووصول عدد الزوار إلى أعداد جدا كبيرة السلام عليكم شو الأخبار شو الأمور الحمد لله منين أنت من الموصل من الموصل ايه؟ ما شاء الله ومن الموصل إلى بغداد جاي اي أكيد جايين شو وقت وصلت شلون الطريق كان الحمد لله الطريق بسهولة البارحة وصلت ما شاء الله وجايين نحيي ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر وإن شاء الله ان شاء الله عم الامن والامان علينا شلون شفت الاجواء اليوم اجواء الزياره يعني من دخلت الكاظميه لحد ما وصلت زرت لو بعدك لا نزلت زرت يعني زرت جميل جدا جميل شلون شفت الاجواء من دخولك للكاظميه حتى وصلك لهي النقطه لا الاجواء ما شاء الله كلش طيبه وكلش زينه نعم ووحدك جاي من الموصل لا ويا جماعتي الاخوان وياك من الموصل لا ورايحين للفندق انت من الموصل اي شوف الاخ منين من واسط من واسط نعم. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله شلون يعني وصلتوا اليوم وصلتوا البارحه شلون احكي لنا حاليا احنا جينا سير على الاقدام من واسط من الكوت نعم نفس الكوت من نفس الكوت ما شاء الله يا جماعتي هنا فيعني كانت الاجواء زينه الحمد لله ما شاء الله مواكب الخدمه موجوده على طول الطريق مواكب الخدمه على طول الطريق هي جيد يعني والاخوان من خدمه الزوار من الكوت لا انت منين من العماره يا هلا من العماره نعم وانت الصويره من الصويره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء يعني الله. كانت وانت من واسط من واسط ما شاء الله الحمد لله يعني الطرق مفتوحه والمواكب على طول الطريق داخل الصحن يعني شلون شفت الاجواء هناك اكو زخم نعم اكو زياره لان تعرف انت زياره صحيح يعني على طول من
جميع المحافظات من الجنوب من الشمال. وصلنا هاي نقطة ما قدرنا بعد ندخل بسبب نعم زخم الزائرين موجود على طول الطريق خاصة في ضريح الإمام موسى بن جعفر. نتمنى من إن شاء الله تكون الزيارة على أتم خير إن شاء الله، ويحفظ زوار الإمام الكاظم عليه السلام، وتكون تتحقق يعني خلال الدعوات اللي راح يدعوها إن شاء الله. الأجهزة الأمنية الحمد لله قام يعني بصورة واضحة ومن خلال قدوم الزائرين وإيابهم إن شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار موسى بن جعفر ويعدهم سالمين غانمين إلى ديارهم إن شاء الله. السلام عليكم، شلون صحة؟ شلون الأحوال؟ منين أنت جاي؟ أنا من حي عامل. ها من بغداد؟ إي والله جاي نزور. هسه توك وصلت؟ إي هسه وصلت. بعدك ما طبيت؟ إي راح أزور إن شاء الله ونهيئكم. أشوفك مرتاح لأن وصلت هنا، ما ظلك إلا شوية وتدخل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد عندك دعوة راح تدعيها. والله ندعي سعد بزاز بيض وجه والله عظيم، يعني إن شاء الله الله يطول عمره إن شاء الله. الله يحفظك ويخليك. شكرا لك، إن شاء الله يوصل دعائك إن شاء الله. شلونك؟ شلون اخبارك؟ شلون الامور؟ زرت بعدك؟ لا الحمد لله صراحه زرت. ما شاء الله. ها وصلت هنا صرت تدخل. بسم الله الرحمن الرحيم، يدعونا عز صاحب العصر مولانا صاحب العصر والزمان باستشهاد موسى الكاظم. ان شاء الله الامن والامان وان شاء الله. وهذا دعائك ان شاء الله. ان شاء الله. واغلب الـ 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 الناس اللي دعت انه الامن والسلام والوحده بين العراقيين. وحلو انه شفنا، وين ابن عمي؟ تعال اقول لك. حلو شفنا واحد من الموصل جاي، واحد من الفلوجة، واحد من الكوت، من العمارة، الكل جايين اليوم بهاي الذكرى. ذكرى نعم نعم. أول شيء السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أي سلام. السلام عليكم. رسالتنا أنه من خلال قناتكم المباركة، طبعا احنا نشكر قناة الشرقية اللي تآزر هيك مناسبات دينية، دعاء كل عراقي طبعا، ودعائي بصورة خاصة للعراق انه يعم عليه بالامن والامان والاستقرار. ومن خلال هاي الرساله اللي يعني اديها العالم الاسلامي طبعا الامام موسى بن جعفر وباقي الائمه عليهم السلام. عليهم السلام. مو فقط للشيعة. اهل البيت عليهم السلام رسالتهم رساله انسانيه. الامام موسى بن جعفر عليه السلام قضى هاي السنين قعر السجون، يعني انه يريد يوصل رساله، ورساله اهل البيت عليهم السلام واضحه للوحده بين للوحده وللانسانيه، يعني هم للانسانيه. اكيد اكيد. ف انه نسال الله علي القدير انه يوفق جميع العراقيين ان شاء الله بالامن والامان. انت من اي مدينه؟ انا من مدينه واسط. من واسط. نعم. ما شاء الله محافظه واسط. نعم. يعني من الكوت. اي نعم. ما شاء الله جيد جدا. وباقي بالكاظمية ان شاء الله. باقي بالكاظمية واجواء الكاظمية. اجواء الكاظمية تغيرت عن باقي الايام مو صح؟ انت منين؟ انا من واسط. شكرا لك. من واسط. من الصويرة. اي من الصويرة. من الصويرة. ما شاء الله محافظة واسط هي من ضمنها الصويرة والكوت. صحيح صحيح. السويدية العزيزية. الحفرية. الحفرية كلهم موجودين واتجهوا. كلها موجودة المحافظات كلها، مو بس عندك الجنوب. المحافظات هسه احنا من نجينا هنا المحافظات الغربية يعني تكريم كركوك والحمد لله تالف موصيل. واهلا وسهلا بهم، وان شاء الله ندعن يحفظ العراق ويحفظ العراق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي وقضيه آل البيت مو قضيه فقط، يعني الجميع الطوائف ضحوا على مود الصلاه وعلى مود التوحيد الاسلامي. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لكم. طبعا شكرا لكم. شكرا. اذا احبتنا المشاهدين مشاهدي قناه الشرقيه، كنا معكم في تغطيه موسعه وواسعه من مدينه الكاظميه لهذه المناسبه، مناسبه وفاه الامام موسى الكاظم عليه السلام سلام الله عليه. نعم. وشاهدنا هذه الاجواء الايمانيه، وشاهدنا توافد الالاف نحو مدينة الكاظمية، وأيضا المختصين من الجهات الأمنية وغيرها، وأيضا المواكب توقعوا أنه عدد الزوار يتضاعف بشكل جدا كبير خلال الساعات القليلة القادمة. طبعا تغطياتنا مستمرة لهذه المناسبات من مدينة الكاظمية ومن كل مدن العراق. شكرا لكم وفي أمان الله.